وهنختم بأخبارنا طبعا الرياضية ونجمنا المصري العالمي الفرعون المصري صانع السعادة محمد صلاح اللي مشرفنا دايما. حصل امبارح على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، والنهاردة هيقود فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، والمباراة هتكون الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة. عايزين نقول لكم ان المباراه هتكون قويه جدا، لان طبعا الفريقين بتنافسوا على المركز الثاني. ليفربول عنده 60 نقطه ومانشستر عنده 62 نقطه، واللي هيكسب النهارده هيعزز موقفه في صراع الوصافه. كمان صلاح طبعا هيسعى للتسجيل عشان صراعه الشخصي مع لقب الهداف، واللي بيحتل صدارته برصيد 24 هدف بالتساوي مع هاري كين نجم المنتخب الانجليزي وفريق توتنهام. كل التوفيق لمحمد صلاح النهارده ان شاء الله. هاري كين ده عامل لنا صداع بقى بصراحة. على طول في توازن، يعني على طول بالانس واحد، تحس ان هم بينطحوا بعض كده. لا بس صلاح برضه صانع السعاده، ما طبعا اللقب يعني يا جماعه ما اطلقته عليه، وفعلا كلنا بنقوله دلوقتي. صلاح ان شاء الله يوفق النهارده كالعاده، وهو يستاهل يعني.